مشاهدي الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة أخرى في الفقرة الثانية. معنا طبعا كان معنا في الفقرة الأولى أصغر مرشح لمجلس النواب الأستاذ الدكتور أسامة أحمد العريان، المرشح لمجلس النواب 2020 عن دائرة أبو حمص وإدكو، باحث دكتوراه في القانون العام. في الفقرة الثانية انضم لنا بعض الشباب في فقرة اسأل مرشح. نعرف السادة المنضمين أو السادة الأجلاء، المقاول إبراهيم دوابة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. الشرف لينا، شكرا لحضرتك. طبعا الأستاذ جمعة سعد، مدير الحملة الدعائية للمرشح أسامة العريان، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذ عبد المجيد الخياط من أبناء الدائرة، أهلا وسهلا بحضرتك، تشرفنا بحضرتك. طيب أنا عايز أسأل الأستاذ إبراهيم على طول سؤال سريع. حضرتك انت بتقتطع وقت من وقتك، طبعا حضرتك مقاول وعارفين قيمه، انت عارف قيمه الوقت، تمام؟ تمام. لكن حضرتك بتقتطع وقت من وقتك لحساب دكتور اسامه من غير مقابل. الاول ليه؟ انا بشكر حضرتك وبشكر اسره البرنامج وفريق الاعداد كله على حسن الضيافه. السؤال اللي حضرتك سالته لي، الاستاذ الدكتور اسامه ده مرشح مجلس نواب عن الشباب، بيمثل الشباب. احنا مفتقدين الكلام ده، من يعني انا على مدى حياتي ما شفتش حد، او الدستور ما كانش بيتيح للشباب ان هم يخشوا مجلس النواب. تمام. اول دستور ان هو يتيح للشباب فرصه العمل السياسي، بنشكر سياده الرئيس الجمهوريه على هذا. تمام. فمن هنا احنا بقى عندنا منبر، المنبر بتاعنا اللي هو الشباب، اكيد بيتمثل في الدكتور اسامه العريان. دي حاجه ما كانتش متوفره من يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، قبل كده كنت شوفها قبل كده. فالنهارده لما يبقى عندي شاب طموح خدوم مترشح لمجلس النواب، ففرض عليا وده حقه عليا ان انا اقف معاه وادعمه بكل ما اقابله. سواء انا الكلام ده مش بقوله لشخصي انا بس، أو الكلام ده بقوله ليا ولكل شاب ان هو يقف وجنب الدكتور اسامه العريان مرشح الشباب، المنبر بتاع الشباب. حضرتك كمان لما تبص للدعايه الانتخابيه في الفترات السابقه او في الوقت الحالي، ان المرشح بينزل على العائلات، ما بينزلش للشباب، يعني ما بينزلش يخاطبني، ما بيدينيش اهتمام. ملحوظه مهمه جدا. بينزل يتكلم على عائلات، يلف مثلا في تسونس، ابو حمص، مش عارف ليه، كل على مستوى الجمهوريه بيلف على كبير العيله، العمده، شيخ البلد. طب ما هو كبير العيله برضه، ما هو عنوان ليك برضه. ما هو 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 ما هو 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 بناء عائلات. هو ما بيخاطبش الشباب. هو بينزل عشان حاجه معينه، ان عيلة فلان ده هتقعد معاه ويقرا معاه فاتحه. لا، النهارده الدكتور اسامه بيخاطب الشباب. طب بس عندك هنا عشان نرجع لحته الفاتحه بس بعد اتصال معانا، اتصال هاتفي. استاذ فرحات، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. فرحات محمود حراز، اهلا وسهلا بحضرتك. مدرس بالازهر الشريف بالاكثر غربيه ابو حمص. تشرفنا بحضرتك يا فندم. يسعدني ان معاكم الدكتور اسامه العريان. شرف لينا يا فندم. مرشح الشباب، ويعني شهاده حق اقولها وانا من ابناء بلقطر وجيرانه، انه راجل خدوم ويجب علينا ان احنا كلنا نقف معاه ونساعده. ما شاء الله. ومن خلال قناتك المحترمه اناشد دايره ابو حمص واهلي في إدكو من عائله حراز الوقوف بجانب هذا الشاب الطموح. ما شاء الله. وكل سنه وحضرتكم طيبين. وحضرتك بخير. شكرا لحضرتك يا استاذ فرحات. ما شاء الله دكتور اسامه، حتى مدرسين في الازهر معاك، انت ابن الازهر طبعا. اكيد طبعا، ده شرف لينا يعني. اكيد. طيب قصه يعني انت حضرتك استاذ ابراهيم تكلمت عن حاجه مهمه، قصه الفاتحه. ايه قصه الفاتحه دي بقى؟ ده عرف ماشي عند جميع المرشحين. ده العرف بتاعهم. ايه هو؟ طب احكي. ان انا انزل على قرية مثلا بلاطر اللي احنا منها، على اكبر عيلتين فيها، واجيبهم واقعد معاهم واقرا فتح اللي انت معاك سلام عليكم، يقروا فتح مع الدنيا بحالها. ثواني بقى دكتور اسامة، الكلام ده يصح؟ لا طبعا. يصح؟ لا طبعا. لا تمام، ما يصحش. لا طبعا. لا. بأي حال من الاحوال، بأي حال من الاحوال انت بتقرا معايا فتحة ليه؟ طبعا. على اساس ايه؟ طيب عشان على اساس ان انا ازنقك مثلا؟ لا 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 لا، ده اسلوب بقى. ما انا قلت لك يا مروان بي في البدايه ان احنا مشكلتنا ان احنا بنتخذ اساليب غير مشروعه. تمام. دي تمام. المشكله ان انا عندي اساليب يعني بيتم اتخاذها من قبل المرشحين او من قبل اشخاص معينه،
هو عايز مفكر ان بكده فاتحه، ولذلك انا يمكن في الفترات اللي فاتت دي يجي لي مرشح يقول لي انا هنقرا معاك فاتحه، انت تديني وانا اديك. طب يا عم انا ده شغل تحالفات يعني. ده مواطن وحقه يختار اللي هو عايزه، ما يختار اللي هو عايزه. انا راجل عرضت نفسي، انا راجل بقول انا عايز اعمل حاجه، انا عقد من الناس، انت ما تقوليش لا افرض عليا حاجه معينه لا. تمام. طيب استاذ جمعه، حضرتك مدير الحمله الدعائيه لدكتور اسامه. ايوه. طيب انت حضرتك بتتقاضى اجر على لا طبعا على اداره الحمله؟ لا طبعا، هو عن الدكتور اسامه غني عن التعريف وعن خدماته. تمام. ولو كان شخص شاب غير الدكتور اسامه كنت هنقف معاه برضه. بس استاذ جمعه انا بنشوف يعني في مدير الحمله الدعائيه ده اهم عنصر في الحمله الدعائيه نفسها، وانا ارى ان هو في ناس بتتقاضى اجور عاليه جدا. أكيد. طب ليه انت اخترت الدكتور اسامه وما خدتش منه اجر؟ الدكتور اسامه شاب طموح، وطبعا نعرفه من صغره ان هو خدوم ومن عيله محترمه. تمام. والشاب اللي هو من جواه طيب ويحب يخدم الناس، انا نفس القصه، لازم اخدمه ولازم اقف معاه بكل ما املك، حتى من كان وقتي او شغلي او ايا كان. احنا ربنا جعلنا شباب عشان نخدم الناس. ما شاء الله. تمام. فانه الدكتور اسامه يخدم الناس فلازم انا اساعده في خدمه الناس ليهم. تمام. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في سعيك. عايز يا مروان بيه يعني شكر وتقدير لكل شخص او شاب ساهم معايا في موضوع الدعايه. يعني حقيقه والله وبدون نفاق وبدون رياء، الكثير من الشباب كانوا في كتفي. ما شاء الله. كانوا معي كتفا بكتف. بدون اي مقابل. يعني الاستاذ جمعه لو قلت لك هو راجل، يعني برضه هو راجل محتاج يصرف على بيته وعلى اهله وناسه، والله اقسم لي بالله لن اعود الا بعد انتهاء الانتخابات، والله ما لم يتقاضى مني اي مال. ما شاء الله. كل ما شاء الله. الشباب اللي طلعت معايا والله ما في شاب خد مني شلم واحد. ما شاء الله. استاذ مروان احنا مفيش واحد في فرحه من الشباب خد جني. اكيد طبعا. واحد مقابل طلوعه معايا ان هو ان بقى عندنا شاب يخش برلمان سياده النائب، ده دي حاجه كبيره بالنسبه لنا. اكيد طبعا. طبعا هي مش بالنسبه لنا وبس، استاذ مروان كمان يعني مش نقطه واحده بس انا هقول لحضرتك نقطه في نقطه، يعني المنطقه دي ما يعني ما اعتقدش ان كان لها نائب محرومه في عمر ما حد مثلها. يعني احنا مركز ابو حمص ما فيش حد مثله قبل كده. حته الشباب لا مركز، انا بتكلم عن المنطقه الابليه اللي بيطلق عليه، انما ابو حمص لا انا بتكلم عن المنطقه الابليه اللي بتاعتنا، اهل بلقطر وتسونس، ما فيش نائب طالع من عندنا. تمام. انا مش بتكلم ان الشباب ب ب ب ب في الدكتور اسامه. انا بتكلم على الشباب في اي مكان. يعني لو الدكتور اسامه ده لو ما عندناش حد في في في, في عندنا في المركز مترشح ومترشح في كفر الدوار او اي مكان، انا هدعم الشباب. تمام. ليه؟ احنا عندنا السيد رئيس الجمهوريه اثنى على الشباب. تمام. وعمر منتدى شباب العالم. ما شاء الله. ما عملش السيد الرئيس عمل منتدى شباب العالم. وعمل مؤتمر الشباب. ما عملش منتدى شباب منتدى المعاشات. طيب. عمل منتدى الشباب. طيب انا عايز اروح للاستاذ عبد المجيد. استاذ عبد المجيد انت يعني النائب زي ما قلت لحضرتك ان ما فيش في المنطقه اللي حضرتكم فيها ما كانش فيه نواب ليها. ده بيأثر بالسلب على اهل المنطقه؟ طبعا اول ما ابدا اقول بالتوفيق للدكتور اسامه ان شاء الله، وهو ابن بلقطر ان شاء الله يكون عنده حسن ظننا ان شاء الله. ان شاء الله. هو عارف مشاكل قريه بلقطر بالكامل، يعني هو مش غريب عن البلد وعارف مطالب بتاعه البلد ايه. يعني في كتير وعدنا ان هو هيعمل وما عملش اي حاجه خالص. يعني المرشحين سابقين. طيب انا حته المرشحين السابقين عايز اقول يعني برضو المرشحين السابقين عشان ما نغفلش حقهم. طبعا في حد فيهم يعني انا مش عايز يعني ايه اخص حد، كان بيشتغل على قدر استطاعته وكان بيعمل عشان ما يعني ايه ما نزمش في حد. طبعا الناس طبعا كان بيشتغل على قدر استطاعته. احنا هنيجي نكمل. طبعا. تمام. طبعا. فضل كمل. وفي مشاكل كتير يعني زي الصرف الصحي. يعني عايزين نعرف انتهوا امتى، هيخلص امتى، كل شويه يبداوا ويوقفوا يبداوا، مش عارفين اخره امتى. الصرف الصحي في قريه بلقطر. طبعا في قريه بلقطر. وعايزين نعرف مستشفى طبعا، عايزين معدات على اعلى مستوى، عايزين حبه تشتغل حبه يعني مش شغاله. تمام. ومشاكل كتير طبعا، والدكتور عارف طبعا، هو ابن البلد طبعا وعارف،
طيب انا هرجع لحضرتك استاذ عبد المجيد في موضوع المشكلات، مشكله لكن هروح للدكتور اسامه. دكتور اسامه، يعني انت شايف الدوره دي من الظواهر السلبيه، انا شايفها ظاهره سلبيه، مش عارف حضرتك بقى هتشوفها ايه، ان كثره المرشحين في الدائره، يعني لاول مره في التاريخ 24 او 23 مرشح، ده ايه راي حضرتك فيه؟ والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضو، هو حق الترشح مكفول للجميع. جميل، ما قلناش حاجه. كل شخص شايف ان هو هيأدي حاجه لبلده من حقه ان هو يترشح. اصلا انا دلوقتي انا مش هنحجر على واحد، ما هو ده الاسلوب بقى الايه اللي هيرجعنا لورا. كل مرشح من حقه ان هو يترشح، ولكن ما يكونش ليه اجندات خاصه. تمام. يكون شخص هو فعلا ناوي من جواه خير. تمام. خير لبلده واهل ناسه واهل المركز بتاعه واهل الدايره كلها، سواء مركز ابو حمص او ايدكو. المهم ان هو يكون جواه خير عايز يقدمه ايا كان هو، ويترك ابواب جميع الناس. تمام. يعني انت شايف ان دي مش ظاهره سلبيه، دي ظاهره صحيه؟ لا هي ظاهره من وجهه نظري، كل انسان حقه يترشح. تمام. انا اسامه عايز نترشح نعمل حاجه، طب خلاص التاني شايف في نفسه ان هو عايز يترشح، لا يترشح يقدم عادي، ايه المشكله؟ المشكله بقى في ايه؟ ان في ناس ممكن تدخل لتفتيت الاصوات. هو ده اللي انا كنت عايز اسال حضرتك عليه، يعني خليني اكون صريح مع حضرتك، في خط اللي حضرتك ساكن فيه، خط قريه بلقطر، مترشح فيه كم واحد؟ يعني احنا لو قلنا مجلس قريه بلقطر، احنا عندنا يعني هشام بي جمعه، استاذ هشام جمعه وحضرتك وعندنا أحمد بيه فايز برضو. تمام. الخط ده يعني انت شايف ان مش المفروض كان في يعني الاتفاق على مرشح واحد يلم اصوات المنطقه؟ احنا كلنا في الاول، يعني في الاول احنا اخوات، وفي النهايه احنا اخوات. في النهايه احنا اخوات. هو كل واحد احسن ليه كلمه حضرتك قلتها. يعني هو موضوع الانتخابات، انا قلت لحضرتك هو يعني بيتراءى لي ان هو شايف ان هو عايز يخدم بلده. تمام. وانا بيتراءى لي ان انا عايز نخدم بلدي، والاستاذ هشام برضو بيتراءى لي ان هو عايز يخدم بلده. تمام. والاستاذ احمد عايز يخدم بلده، واسامه عايز يخدم بلده. ربنا يبارك. ولكن في يعني احنا بقى الجميع، الناس هي اللي هتحاول تختار وتشوف مين هو الشخص اللي هيكون عنده قدره ان هو يقدر يحل المشاكل دي كلها. اخيرا استاذ عبد المجيد، مشكله المستشفى بتاعت قريه بلقطر ما فيهاش طبعا معدات خالص، يعني المفروض مستشفى جديد تكون على اعلى مستوى، بس على حد علمي ان مجهزه بس الاجهزه أخيرها، بس ما فيهاش يعني ما فيهاش امكانيات ولا اجهزه ولا اي حاجه، المفروض على الاقل تبقى 24 ساعه. حتى عشان بدل ما احنا بنروح بنتبادل مثلا في ابو حمص، بنتبادل في اي حته، ما بنلاقوش اي حاجه ولا يعني. دكتور اسامه، حضرتك المشكله دي المفروض توضع في عين الاعتبار، يعني مشكله المستشفى بالذات يعني لازم يكون فيها يعني كلام من حضرتك. بس والله ما مروان بيه، يعني انا عايز اقول لك حاجه، راقت دماؤنا على الطرقات، دي مشكله اخرى. تمام. يعني انا عندي مات ناس لينا، يعني كانوا اصدقاء لينا وكنا بنحبهم وهم بيحبونا، وانا دلوقتي يمكن مش عايز يعني نتذكر الناس ديت او نألم حد بذكرى وفاة الناس ديت، ولكن احنا والله يا دكتور اسامه الكلام مشيق والوقت ضيق على راي الاستاذ نصر الشاهد، ربنا يبارك فيه. الامر الاخير برضو عشان بالنسبه للبلكتر وبتورس، يعني من القرى المهمشه. تمام. ده اللي انا عايز اقوله. ان شاء الله ربنا ييسر الحال. اتفضل اخر كلمه اخيره بعد اذنك. كوبري تونس يا دكتور لو سمحت، لشغله كل طبعا. كوبري تونس، كوبري تونس ان شاء الله باذن الله في الموجود. كلمه اخيره ليا بعد اذن حضرتك يا استاذ كيلاني، حضرتك ان عايز اقول للساده الناخبين، انت حضرتك شوف البرنامج، شوف مين انت هترشح مين، ما تلتفتش للامور القديمه، واحد قريبك، واحد ابن عمك، لا شوف الراجل دهوت بيقول ايه، وابعد عن اللي بيدفعه فلوس، هو اشتراك بفلوسه مش هيعمل لك حاجه. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.